الفن غذاء الروح، سواء كان غنى، موسيقى، شعر، تمثيل، فن تشكيلي ورسم ونحت وخلافه. الحقيقة كل الشعوب المتحضرة بتتعرف من فنها، بتتعرف مدى رقيها من الإبداع اللي موجود فيها، ويمكن ده اللي بيفضل أكتر من يعني من الصعب إن حد يفتكر الدستور الإيطالي في القرون الوسطى كان شكله عامل إزاي، ولا حتى دلوقتي مش صعب يفتكر مين اللي كان بيحكم، لكن ما حدش يقدر ينسى ليوناردو دافنشي، ما حدش يقدر ينسى كل الفنانين العظام في كل البلاد، في مصر وفي المنطقة العربية وفي أوروبا وفي أمريكا وفي أي مكان. الحقيقة كان فيه الإبداع رسالة مهمة جدا وتعبير حقيقي عن واقع لسان حال البلد والظروف اللي بتمر بيها. فقرتنا دي احنا هنتكلم عن مهرجان مهم للفن التشكيلي هيعقد في سهل حشيش. أهمية المهرجان الحقيقة إن هو بمبادرة شخصية تم دعوة 50 فنان من أوروبا، وكمان صحيح في فنانين من مصر، لكن أعتقد إن فكرة وجود فنانين من أوروبا في التوقيت دوت في منطقة سياحية له رسالة مهمة جدا، ويعني عن الوضع في مصر مش يعني لا يقل أهمية طبعا عن أهمية عقد حاجة ثقافية في مصر. هنعرف أكتر عن المهرجان من خلال ضيفنا في الفقرة دي الفنان التشكيلي ياسر جعيصل، المنسق العام لسمبوزيوم سهل حشيش الدولي. صباح الخير أستاذ ياسر. بشكرك على المقدمة الجميلة دي. لا يعني المقدمة دي الحقيقة لحاجة حقيقية. مصر طول عمرها ما كانتش غنية لا بفلوس ولا بترول ولا بأي حاجة، مصر طول عمرها غنية بمبدعيها وثقافتها ومثقفيها، ونتمنى دايما أنها تفضل كده، ونتمنى أن كل المبدعين في التخصصات المختلفة وغير غير المبدعين يحاولوا يعملوا حاجة حقيقية عشان خاطر يساعدوا البلد أن هي تخرج من المنطقة. أنا الحقيقة عايز أعرف منك أولا، هل دي أول مرة يتعمل السيمبوزيوم دوت؟ وليه فكرت فيه التوقيت والمكان وكده؟ هو أول مرة يتعمل في سهل حشيش. سهل حشيش منطقة رائعة. يمكن هو الحقيقه معلش قبل ما تسترسل دلوقتي، يوسف مخرجنا بيقول نعرف الناس يعني ايه سمبوزيوم، لان فعلا الكلمه ممكن تبقى غريبه بالنسبه لناس كتيره مش مستوعبه يعني ايه سمبوزيوم. هو مهرجان فني تشكيلي بيتعمل مره في السنه، ده يعني كلمه سمبوزيوم. سهل حشيش منطقه سياحيه رائعه جنوب الغردقه، على بعد جنوب الغردقه ب 10 كيلو، ما حدش يعرفها كتير او مصريين، لكن هي حاجه مكان خلاب رائع يدعو الى الابداع والتامل. مكان مش جديد بقاله فتره، هو مكان كبير بعرض 12 كيلو على البحر وبعمق 7 كيلو، في اوتيلات، في فيلل، في بازارات، في كل الانشطه السياحيه المطلوبه. المهرجان ده مبادره شخصيه من اداره سهل حشيش لدعم السياحة في مصر والسياحة الخارجية والداخلية. طب حكي الفنانين اللي تم دعوتهم دول، تم اختيارهم بناء على أي أساس، وإيه الغرض من الاهتمام بأن يبقوا أجانب اللي بيشاركوا في السامبل؟ هما في 50 فنان جاي من أوروبا، مش من أوروبا، في جاي من الهند ومن أمريكا كمان، بس الأغلبية من أوروبا، وفي 8 فنانين عرب، 2 بس مصريين. الغرض من أوروبا أو بشكل عام من عالمين إن دول عملوا أثر في بلادهم، يعني في فنان كوري اسمه كلينت، ده حاجة رائعة، في فنان تركي اسمه عدنان، ده حاجة رائعة جدا، حاجة مشرفة، في من روسيا، في من إنجلترا، في من أمريكا، في من فرنسا، في من إيطاليا، في من السويد، في من المجر، من فن ملوش علاقة بلغة السياسة. أنت بتقول لي في من تركيا وفي هم بعتوا رسالة واضحة ليا، قالوا لي إحنا بنسمع إن في وور إن إيجيبت، قلت لهم لا ما فيش وور، بس حرب. قالوا في أخبار قوية جدا جاية عن مصر، قلت لهم هم كانوا متخوفين هم نفسهم من فكرة المجال فعلا، ولكن هم لما لقوا الجو عامل إزاي والصور بتاعة المكان والأخبار اللي أنا بعتها وشكل القاهرة عامل إزاي، فالناس اطمأنت وجت. قوة الحدث إن ده 50 فنان مش سهلين بيتحركوا في مهرجانات العالم، يعني يكفي ان اسم واحد ينزل منهم ينزل خلاص الدنيا تبقى كويسه، ولكن دول 50 واحد وتحمسوا ان هم جايين فعلا، فده قوه المهرجان ده. تمام، احنا يمكن معانا صور لاعمالهم يا جو، ممكن نعرضها عشان كمان الاستاذ ياسر يعلق لنا عليها ومدى اهميتهم. ده المكان اللي فيه ده سهل حشيش. لا، اعمال الفنانين المشاركين.
احنا ما عندنا الصور بتاعه المكان اللي هيتعمل فيه المؤتمر. المكان طبعا زي ما انت شايف جميل جدا جدا جدا. تمام. طيب حضرتك بالنسبه انت لما قالوا لك ان في وور في مصر، حرب في مصر وتخوفهم ده، انت ازاي نجحت اقناعهم ان هم لازم اولا هو انا مثلا بعت لهم صور الاماكن دي عامله ازاي، بعتنا صور للقاهره، بعتنا صور لشارع المعز، صور للقاهره السياحيه. تمام. الدنيا ماشيه ازاي، شافوا حركه، دخلوا على النت، شافوا ان الغردقه ما فيش فيها حاجه، شافوا الجو، درجه الحراره، الكلام ده كله، ده اثر طبعا ان هو يجي ويقدر. تمام اتفضل. يقدر ان هو يعني اثر عليه وقدر ان هو يشارك. دي نقطه ثانيه. في نقطه اخرى مهمه ان هو ثقه شخصيه في المنظمين المهرجان ده، هو عارفهم واحتكينا مع بعض في مهرجانات دوليه فهو عارف الكلام ده. طيب انت توقعك ان ده يكون العائد بتاعه ايه يعني على مصر، سواء على المستوى السياحي والثقافي والسياسي وكمان على منظومه الفن التشكيلي في مصر يعني وفي العالم؟ وفي العالم احنا عندنا دلوقتي دول 50 فنان من حوالي 13 دوله، كل واحد من دول يكفي ان هو يرجع دولته ويدي رساله قويه جدا ان يا جماعه مصر فيها الحدث القوي ده. وعلى فكره الفنانين دول لوحاتهم مش قليله وارقام غاليه جدا في اوروبا، فالمكان ده كله، الكلام ده كله يسمح ان يبقى فيه اثر في المنطقه دي. احنا بنحاول نخلق نقطه مضيئه على خريطه مصر، نقطه فنيه مضيئه. طيب. احنا بنقول ان سهل حشيش عاصمه الفن التشكيلي في مصر. صور الفنانين المشاركين يمكن حضرتك شايفها قدامك. دي فنانه من روسيا. اسمها ايه يا تمام. ده فنان مهم جدا اسمه شافيكات من هولندا، ده فنان لوحاته غاليه جدا ومشارك دولي، هو على فكره هو اللي جه، انا لم ادعوه، قال انا عايز اجي. هو تحمس قلنا عايز اجي، هو اللي بقى. تمام. دي فنانه من البانيا. تمام. ده دكتور في فنون جميله في تركيا، ده برضو راجل شغله عالي جدا جدا. ده كليمت، ده فنان كوري مقيم في سويسرا، ده فنان عالمي بكل المقاييس، وهو من اول الناس اللي تحمسوا ان هم يجوا. وما قلقش من فكره الحرب او ده فنان سوداني مشارك. رائع. لوحاته رائعة وجميل جدا وهو مقيم في مصر بالمناسبة. ده فنان تركي. هو والله هو يوسف المخرج بيقول احنا مش مقاطعين تركيا ولا الفن ملوش علاقة بالكلام ده؟ لا لا، هو احنا جايبين خمسة من تركيا. جايبين خمسة من تركيا، هم يعني اغلب فنانين تشكيليين ما لهمش أي علاقة باللي بيحصل في صحيح. وده فنان صحيح الثقافة. ده فنان من روسيا. ده هندي، ده دكتور في فنون جميله في دلهي، وده برضه لوحاته على مستوى عالي وغاليه جدا. تمام. طيب استاذ ياسر، يمكن زي ما انت قلت فعلا تنويعه من 13 دوله واسماء انت بتتكلم على ان لها تاثير في حركه الفن التشكيلي العالمي، انت ازاي هل حدث زي دوت انت بمفردك القائمه دي ولا كان في مساعدات من وزاره الثقافه وزاره السياحه؟ هل انت رحت للجهات دي وحاولت ان انت تتواصل معاهم؟ وزاره الثقافه وزاره السياحه، والمفروض ان في قاعده الاسبوع ده مع وزاره هيئه تنشيط السياحه، وفي قاعده الاسبوع اللي جاي مع وزاره الثقافه. الناس متحمسه حتى الان بقول لهم احنا بنعمل ده مبادره شخصيه مننا، اتفضلوا تعالوا ده حاجتكم يعني شوفوها عامله ازاي. لكن حتى الان يعني تقريبا الترتيب بشكل شخصي يعني. لكن انت محتاج ايه من الجهات دي؟ يعني انت المفترض دي مش اول مره واكيد حابب ان انت تستمر وحابب ان انت تتطور، انت محتاج ايه من الجهات ديت؟ يعني انت رحت لهم عشان انت محتاج منهم ايه؟ بس مجرد ان هو تحت رعايه كذا او كذا، ولا انت محتاج منهم حاجه معينه؟ الحدث ده ما ينفعش حجم الفنانين دول بالثقه اللي يجوا مصر من غير رعايه وزاره الثقافه، عشان كده لازم وزاره الثقافه تكون معانا وتكون هي عشان تنشيط السياحه معانا. طبيعي هم بيعملوا الكلام ده في اجندتهم، ده الطبيعي بتاعهم. الحمد لله ربنا وفقنا وعملنا ده بمجهود شخصي، ولكن هم يكونوا معانا ده يضيف شيء للمهرجان، ده اضافه لينا احنا. تمام. طيب انت شايف ازاي التطور بتاع المهرجان؟ يعني انت السنه دي اكيد تطور عن السنه اللي فاتت بشكل او باخر، اكيد انت شايف السنه الجايه بشكل مختلف وعندك طموح كبير للسمبوزيوم ده. المهرجان السنه دي عباره عن ثلاث اجزاء، الجزء الاول هو سامبوزيوم فن تشكيلي، عزومه 50 فنان اوروبي يرسموا، في كمان تكريم الفنان الكاريكاتير العالمي المصري احمد طغان طبعا، استاذ طغان طبعا 87 سنه، راجل
يعني تكرم موافق انه يجي يتكرم في سهل حشيش، فهو يحضر بنفسه، يحضر بنفسه وهيعمل معرض شخصي، هيعمل معرض شخصي فيه 25 لوحه من لوحاته، وهيعمل بوك سايننج حفل توقيع لكتابه الكبير جدا 60 سنه صحافه كاريكاتير. فهيكلم عن الكتاب ده وهيعمل حفل توقيع وهيعمل معرض شخصي. كمان الجزء الثالث هيعمل مهرجان تصوير فوتوغرافي فيه 10 فنانين مصورين فوتوغرافيين دوليين هيجوا يشاركوا، هيصوروا منطقه سهل حشيش ويحتكوا بالفنانين التشكيليين واحمد طغان، وفي الاخر حفل التكريم دي يوم 3 فبراير وطبعا انتم معزومين. الله يخليك. ياسر بقى، بعيدا عن السيمبوزيوم، انا عايز اعرف الكاريكاتير، وانت اساسا فنان كاريكاتير والسيمبوزيوم نفسه هيبقى فيه تكريم لواحد من عمالقه الكاريكاتير استاذ طغان يعني. فانت شايف ازاي حال الكاريكاتير في مصر وفي ظل 25 يناير و30 يونيو؟ شايف احنا طلعنا لقدام ولا رجعنا؟ رجعنا لورا. رجعنا لورا؟ هقول لك ليه. المفروض ان كان في يعني في سجن سياسي قبل 25 يناير، ممنوع ترسم، ممنوع ترسم، ممنوع تتكلم. المفروض ان 25 يناير شالت الحاجز ده. لما الحاجز ده اتشال، انا رايي ان رسامين الكاريكاتير احرجوا ولم يقدموا شيء. انا رايي كده الشخصي. والا بعض المبادرات الشخصيه من بعض الرسامين المصريين على مستوى عالي جدا، ولكن المفروض الطفره اللي كانت تحصل بعد 25 يناير اقوى بكتير من الموجوده حاليا. يعني شايف ان التقصير من الفنانين نفسهم مش من المناخ العام، يعني انت شايف ان احنا كان ما كناش على مستوى الحدث المناخ العام في هذا، ولكن هو الفنان الكاريكاتير المصري كالعاده هو عايش في مجتمع عادي فبيشتغل باللي حواليه، وان كان هم اخطاوا كتير في يعني هم مشوا كتير مع الكلام وما مشوش ورا ثقافاتهم الشخصيه. لا طبعا احنا كنا متوقعين اكتر من كده كتير، وان شاء الله اذا يعني كلام انت قلت ايه الخطه في سهل حشيش، ان شاء الله ننظم السنه الجايه مهرجان كاركتير عالمي على مستوى عالمي. يعني هتخرج من فكره الفن التشكيلي ونعمل لوحه كاركتير عالمي، تعمل لوحه كاركتير عالمي وتوسع فيه الدايره دي. بالظبط كده. الفنان التشكيلي ياسر جعيص، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على تشريفك هنا، ونتمنى ان المهرجان سيمبوزيوم سهل حشيش وغيره من المهرجانات الفنيه والثقافيه يكون لها دور حقيقي وتوصل للناس. مش بنتكلم عن حاجه تكون صعبه الفهم او حاجه بعيد عن وجدان الناس، عايزين نرتقي بثقافه الشعب المصري وبذوقه وبغيره من الاشياء وسط التشويه الكبير اللي احنا شايفينه في كل حاجه. الحقيقه انا حلقتي النهارده خلصت، بجدد مره ثانيه كل سنه وحضراتكم طيبين، ان شاء الله يوم الاحد هتكون معاكم الزميله والصديقه دينا رامز، ان شاء الله ترجع لبرنامجها بالسلامه ان شاء الله باذن الله، ويوم جديد وحلقه جديده من صباح البلد.